والدقيق وغيرهما من الأشياء التي تنفك عنه غالبا يجوز به الإيه؟ إن لم يمنع إطلاق اسم الماء عليه. معايا ولا ماشي الحال؟ طيب يكون بعد على علم أنه هو اللي دخله هو من الطاهرات. نعم ايه، بس هو كان حتى النجاسة، يعني هنا هيتكلم الشيخ في الحاجة الأخيرة خالص وهو الماء النجس. يبقى احنا خدنا الماء الايه؟ طهور اللي هو الماء المطلق، وايه تاني؟ وايه تاني؟ المخالط. مش كده ولا ايه؟ وايه تاني؟ رابع الماء النجس. هنا بيقول ايه؟ الماء النجس ده ليه حالتين. الحالة الأولانية أن تقع فيه النجاسة، ده على الكلام الشيخ هنا، لأن فيه خلاف أيضا، أن تقع فيه النجاسة فتغير أحد أوصافه، وأحد أوصاف المية إيه؟ اللون، ها؟ أو الطعم أو الإيه؟ أو الرائحة. غيرت أحد الأوصاف، مثلا غيرت الرائحة، نجاسة وقعت في ماء أنت حاطط مية في البانيو عشان تنزل تغتسل فيه تستحمى فيه، الولد ابنك الصغير معاه جه راح ايه يعني ما شاء الله سواها فين؟ في 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 البانيو. حلو ولا؟ فغير بعض اوصاف الماء الذي في البانيو. هل يجوز لك ان تتطهر بهذا الماء ام لا؟ لا يجوز. طب افرض الولد ماشي وانت حاطط الميه في البانيو كده، افرض الولد جاء وعمل ايه ميه في، طبعا احنا بنتكلم في فقه فطبعا لابد ان احنا نفهم، عمل ميه في الايه؟ في البانيو اللي انت هتستحم فيه، لكن في الحقيقه لم يغير احد اوصافه، لا لون ولا طعم ولا رائحه، هل يجوز لك ان تتطهر بهذا الماء ام لا؟ يبقى هنا في حالتين، الحاله الاولانيه ان يتغير احد اوصاف الماء، مش كده ولا ايه؟ سواء تغير واحدة أو اثنين أو الثلاثة يبقى لا يجوز لك أن إيه؟ أن تتطهر به. الحالة الأخرى أنه وضعت فيه نجاسة ولكنه لم تغير إيه؟ ده هنا الشيخ بيقول كده، خلي بالك. فبيقول إيه؟ الماء الذي لاقته نجاسة له حالتان، الحالة الأولى أن تغير النجاسة طعمه أو لونه أو ريحه، وهو في هذه الحالة لا يجوز التطهر به إجماعا، خلاص انتهى الموضوع، نقل ذلك ماشي. الثاني أن يبقى الماء على إطلاقه بألا يتغير أحد أوصافه الثلاثة، وحكمه أنه إيه؟ أنه إيه؟ نايمين أنتم؟ أنه لا، أنه طهور، يعني طاهر في نفسه، مطهر لمين؟ لغير. يعني الولد لو عملها لك في البانيو ما تجيش تضربه، ليه؟ لأن اللون لم يتغير ولا الطعم يتغير، ده أنت تشربه وأنت إيه؟ وانت مبسوط، مش كده ولا ايه؟ ومن الامكان يا ولدي، ومن الامكان ان